بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثما تنسلم ربي فداوان. ماء طهورا أولا قيم الإسلام ذو العزيز غلاين الماء الطهور أولا قيد ربي ديننا بواليس القرآن ذي سورة الفرقان الآية 48 وأنزلنا من السماء ماء طهورا الماء الطهور اسم كلمة الأمان معنى الحياة ولا شوال يشوفان ذي ثوذرث أماما الحياة الحياة ولا شوال يشوفان ذي ثوذرث أماما الماء حياة الماء الحياة مترادفان وربي ذي القرآن الكريم ديالنا سورة الفرقان الآية 48 وأنزلنا من السماء سل القدرة ربي سبحانه يسرح دي وما ميك فغا أكنيك فغا أشحاليك فغا من ميك فغا نتسا أكنيك فغا نتسا أشحال لا كونتيتي الكمية نتسا ولكن في كيس يون الوصف إناد ماء طهورا ما نغل ذي الفقه ذي الشرعيث سوا شو راه نزال إلا كنتوضي قبل نزال لقنا الوضوء الوضوء اسميس طهارة أصلية التيمم اسميس طهارة بدل إلى الأصل إلى البدل الطهارة المائية أصل إيميل ولا شمال انزل لا انزل سوا شو ستيمون ولكن ذي البدل ماشي ذي الأصل الأصل ذمان ذي سورة النساء الآية 43 ذي سورة المائدة الآية 6 الآية هي أربينات فتيمموا صعيدا طيبا وغدي في كانت سريح باش نتيمم ويني غدينا ناغث اللوضو نفسه غير دينا ولكن خاطر ربما الانسان يتحرج يقول كيفاش ربي قال توضا بالماء وانت تروح للحجر ولا للتراب ولا للرمل هو اللي قال زين سيدينا سيدينا هذا سيدينا موثو في مرمان طبعا لاسباب لانت الاعذار وربنا دو ما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية 78 وريف غير يكلف أكثر الزمر في النار يا إما وثوفي ضرمان ولاش نغص لأن وما نزمير ضرم ونزمير عادي أذي روح طهرة البدل سورة النساء الآية 43 سورة المائدة الآية 6 إن ضربي فتيمموا صعيدا طيبة إذن والماء الطهور ذي الفقه ما توضى الفقه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المختصر الفقهي سيدي خليل فمورث النغ معروف مليحة ولكن سيدي خليل أكي قارن سيدي أكثر من سيدي خليل هي المختصر الفقهي للشيخ خليل إنك الماء أقل قذيلين ماء المطلق ما معنى الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة باش يصلح للعبادة والعادة شو المعنى أمان وقيل الماء المطلق لو كان تخلط شويط ولو كان سمنت تخلط الماء مع العسل هل يصلح للوضوء يصلح للسقيا للشجر سوث زمورث سير ذي الأحوال معن سير ذو ذميك ولكن الوضوء لا أدين ظلمة مع العسل إيه من بعد لا يصلح
تروح الصفة صفة الإطلاق. الماء لازم يكون ماء طهور مطلق بلا قيد ولا إضافة. خاطر لو كان ديني شنو هذا ماء ديني لا ادير ماء مخلط بالحليب ها يروح داي ما يصلحش. الماء مخلط بالعسل ما يصلحش. هناك قيد هناك إضافة. كي تقول ما حبس كان دينا هذا الذي يصلح، يصلح للعبادة توضي وكذا والغسل، ويصلح للعادة سو تيزمرين سو المال سو الشين إلى آخره وهكذا. لماذا درت هذه المسألة الفقهية؟ لأنها مهمة، لأنها مهمة. ولكن ربي سبحانه ما هو الماء المطلق؟ سؤال. مياه الأمطار لهو صلح الوضوء. مياه الأنهار يسفم. مياه البحار البحور أرنوياس. أمان تالا، أمان العنصر، أمان ننذا يقال تجورك ننذا سدو وقياك ما 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 كل ما يصلح باش نسمي نطلق عليه لفظ ما فقط فهو يصلح للعبادة ويصلح للعادة أو للاحتياجات نتاع الناس. ربي ذي سورة الفرقان يندوى أنزلنا من السماء ماء طهورا. أيضا تكرر الماء في القرآن 63 مرة. ربي سبحانه إفذر دمان ذي القرآن ذي الكتاب فيس ذي القرآن 63 مرة. على سبيل المثال سورة البقرة الآية 22، سورة الفرقان الآية 48، سورة فصلت الآية 39 إلى آخره، سورة الأنبياء الآية 30. ضغط أجيب كتدي في ربي سبحانه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما بعد مكدنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي الآية 30 من سورة الأنبياء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض إجنوان ذو القاعدة دي خلق ربي سبحانه كانتا رتقا، الرتق معنى الضم، ففتقناهما أي فصلناهما، فصلنا بعضهما عن بعض. الفصل ذاكي فيها الفلك لاسترونومي ذاكي لا فيزيكا ذاكي كل شيء ذاكي للآية كي إلى قدس علماء الفلك علماء الجيولوجيا طبقات الأرض أدسن علماء الفيزياء أدسن ياك أسخد من ألا غنسن باش نفهم الآية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما بعد مثلنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. ذكر مقوما من مقومات الحياة أمان. أمان أجي يمدينا كل شيء، معنى كل شيء كل شيء. الإنسان يحوج ماء باش يدير باش يعيش، لازم الماء. واحد كي يعطش يحتاج ماء، حتى كي يشرب مشروب آخر عصير أو حاجة ما ينحش العطش تكسر فاذني السن ذمان يقروحن مباشرة كسن فاذ. نحتاج إلى حياة. لذلك سبحان الله الإنسان يحتاج إلى ماء، الحيوان يحوج ماء مولاش يذي مثمين من ساعة، الحيوان مولاش الحشيش شوية كان يتشكي ربي سيقار السبع ذي المعصية بندم أنا عاميه. الحيوان إزقر للمال ورفوانا لشارتشن أسقار السبع ذي بندم ذي المعصية ينس المعاصي بني آدم السبا يمي ولاش ولاش أمان ولاش الحشيش ولاش واش شارتشن يلا. لذلك يحتاج أيضا عيشا كل شيء. الحضارات
الحضارة دي سيفيليزاسيون دي الدونيث فنانت فمان مثل دي التاريخ حضارات ما بين النهرين دجلة والفرات بالعراق دجلة والفرات حضارة المصرية القديمة النيل نهر النيل أمام لانت الحضارات فنانت غفامان كل شيء فنا غفامان ذين مدين ربي كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي ولكن أمان اللان أمان اللان سبحان الله يقال الماء أرخص موجود وأعز مفقود حلل وناقش أمان أرخص موجود ولا شي رخصنا مامان ذا مان نقر يسهل مامان لكن قر أمان تفكض السهالة سوامان فكامان ولكن أعز مفقود مولى شامان وكسان كوراج هذه وليا برجا كينغ كان وك يا برجا اتوالي غص حزنو يكاو اليس كذلك اكنك كاو يكاو نولاون من بعد كل شيء قور كل شيء كاو كل شيء ولكن غير دنيا كون شتا باش كان نسين قيمه نعمه الماء برك 63 مره في القران للفت الانتباه أماكن ربا غادي قار في درختيد 63 فردان باش تيسين من القيماس السين القيمة بما أني السين القيمة بما شحال من صور القرآن كل ما تغرضت رشوية تفضل الماء 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 ما كان غادي قار السين القيمة بما وغادي قار حذر ثمان يرنا الدراسات الاستشرافية المستقبلية تكاد تجمع على أن الماء قد يكون سبب أو عامل سلم وقد يكون عامل حرب في هذا الكون المسنون يتسنادين يتسولين غرزات يتحزيفهم ناند أمان إزمرا ذيلين السبان تلويث تلويث لهنا إزمرا ذيلين السبان القيرة ماشي القيرة مش طوخة أولا ماشي في البترول أمان الوقت يسمح لها باش تفكر التفاصيل خطيرة ذا شو تراجع مثا خلقيث ميلا وفرينا ثم سبت بأمان مشكلة كبيرة ونهضر فمن ذي الباطيمة دي جانب دو كاسي الباطيمة ألف دي سكو خامي الله ثم توتا تسخمك الروبيني يذكون زيت ولا شمال أتبدل الطبيعي نغالا إيه سورتو ما ثني ضصة ساقي سيغا 14 في قاوان زرارة صل كومنتير شين أمان ولاش 14 في قاوان ناس ابني وامان إذا غش من بعد شميك الشغل وايل أرف ذي في ذنان أزل ثزلض هم كبير يثذرين يثمذينين الضرو غفل ذا قران السبا يستمان صافي ما كان ذي ضرو وغفل يتواشول تنغير الجيران غير ثمذين تنغير الحومان ثمان هذه ضرو ذي الحومة ثم قران اللي هي الكون الكرة الأرضية هم كبير ربي مغدينا وجعلنا من الماء كل شيء حي كل شيء حي إلى قنزر باللي هو أرخص موجود وأعز مفقود نكون الوجه في النغة نحذر ذايا ثم زواروث أني السين القيمة بوامان وأني السين القيمة بوني غدي في كنامان ذنسا ربي سبحانه ربي دي سورة الذاريات الآية 22 يندوى في السماء رزقكم وما توعدون أفلاح الكارثه في الجريث السفر ثيوبا لا نوستالجي هذا نجبد شويه تقديم ماشي تراكتور ثيوبا ادير في الزريعه يا ثوياث ادير روح للخلا ادي يزرع وادي يشرز حبس
إلا واش من ميت ولا ما فلاح يسم غيد النعمة؟ كاش نهار شفتوا فلاح هو اللي أنبت الزرع أنبت القمح ولا شعير ولا الفلاح خدم خدمته برك زرع اتخذ الأسباب وتوكل على مسبب الأسباب ومعطل الأسباب جل جلاله يكفى ووال أفلح ليتأدب يرنيس عن نية قرني في زيك إمغارا أفلح لوك ونس انتس حساب تزرع تزرع أفلح نية وفلاح لوك أن عنده كالكولاتريس في دماغه ما يزيد شي زرع تمرميدة ما كانش الماء ما كان والو ولكن أفلاح يسعى النية يزرع يقول بسم الله الله أكبر يلا ممكن أسقسني ولاش الهواء ولاش يعتسب بلا الفائدة بون لا جري لا ولكن نعم ولاش يسعى النية يرنا شحال يتراجون ماشي كان ذي عقالن يعقالن تراجون تاذ الشم إجليلن تراجون العشور الذيور تراجو تشان ياك ياك استفادوا كامل ولا ذا الزمور زيكا كاين يجي لحقو لحق بفروخ كي لقطو هكذاك هذا الشرونا الزمور هذا جينا كشوي كاين يوقي لحق بفروخ افروخ مرا افروخ مرا ديرزو العصافير من بعد تلقى واش تاكل لحق بفروخ يخممني كلش ولكن ولا جا سكواسا مازال يسعى السيرم قابل يا الماء ديفك ربي الخيريس ولكن ذا شوي ضراني مي كيفاش شغلو خد وفلاح زرع حرث حبس رجع لدارو الله عز وجل أمر السماء فأمطرت إفكي يسلم ريه هنوان سرح ديوامان وأمر الأرض فأنبتت حتى الأرض ممكن ما تقولك لا لا المنزل أنا ما نعطيش ولكن تدي الصحراء تاع سولامر بنت دي خلقا الله أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت مرة أخرى الفلاح يرجع ما زال خدمة الفلاح يرجع للخلال الحقل نتاعو باش يخدم هذه رفض ثفانتا طيب لي جون بالك لا تيرمينولوجي شويه برك دا شو سمعني ثفانتا سينا خدم لك ني فلاحان اديرنو ام ير ادي روح دا شري يخدم ادي مير نعمة من بعد تسياوي سنار نغثي غرغرث دوكا النار من غرغرث اتسي السروث اتسي الزيزدي ادي السفغ العاشور كي خدمي فلاحان ني فلاحان كي قال حق ربي السفغ ذاكي وتستوضر راني باسخان ضرب يدين في سورة المعارج الآية 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والله غير كاين فلاحين والله ما يدخل النعمة لدارو حق الفقير ديريكت الفقير مباشرة الآية واضحة الآيتان سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الفلاح مرة أخرى روح من بعد شحال لي زيتاب شحال ربي سخر كل شيء سخر الفلاح الذي زرع سخر الفلاح اللي حرث سخر السماء التي أمطرت وسخر الأرض التي أنبتت وسخر الفلاح مرة أخرى يروح يحصد يروح يدرس يروح يروح كمل 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 ألا ما في والسخان أدع دي السير تزض نغ بولونجي أبريكي جي هذاك اللي يأكل وقعرنا ناكلو واش قال النبي صلى الله عليه وسلم تصور لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم باش تاكل لازم تقرا سورة البقرة كومبلي اشكون اللي ياكل منا وريت شدينا سورة البقرة 986 آية وكي تشبع لازم تقرا سورة آل عمران طويلة عندها 200 آية شكون اللي ياكل منا نقرا كاع سورة البقرة ايه باش هذه فلاع الى قصر سورة البقرة الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا لا كل برك زوج كلمات بسم الله ولا لا لا
بسم الله الذي أنعم، بسم الله الذي سخر، بسم الله بسم... وكي تشبع مليح قول زوج كلمات الحمد لله ولا لا لا. وعلى بالكم كاين ناس ما يقولش بسم الله، تقول كم بعد بسم الله انا العرق الجابينيا انا اللي تعبت يا ولدي. روح بالعقل، روح بالعقل. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك تصرف جالسي تمزي، واش يقول في الحديث؟ يا غلام يهضر ويمشطوح، سمي الله عيد بسم الله، زيد وكل بيمينك سيفوس سوى مثل اللي فوز الماضي يجوز. من بعد وكل مما يليك، يعني تش الحقيقه قنطيطي اللي موالف ياكل حقوق خاوته كي كان صغير، مين كي كبر ياكل حقوق خاوته. نتيجه فقط كي كان صغير ياكل باطا ياورت تشينا، يفتح فريجيدير ياكلهم كاع يقول انا ما كليتش، دير لونكيت ولا ما ديرش. او كي كبر ماشي باطا ياورت، لا لا حاجة كبيرة بزاف. لماذا؟ لأنه آلف أكل حقوق إخوانه وأخواته صغيرا، كي كبر كمل عليها. مسألة مهمة جدا. إذن نعيش مع هذه الآيات باش نحافظوا على نعمة الماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا اللوظو أتغذ اللوظو الريف بواسيف ناضي البحر لا تبذر، ما تبذرش الماء باش ربي إذا حافظنا على نعمة الماء هذا يديم النعم. عايشين ظروف صعبة هذه الأيام، ربي نعم علينا، ولكن نسأل الله الدوام والتمام، وإن شاء الله ما نجد وقدر ينفع ماشي وقدر يضر. خطر الماء جند من جنود الله، وعلى بالكم الماء واش دار، دمار شامل من الجزائر ماشي غير في بلدان، حتى باب الواد الماء. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كي الماء ينزل قل اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا. ربي فيك دام انا غير نفعا ماشي وكذا راه غير ضرا. من حفظ في الماء نحر زمان، ربي سبحانه سينظر الينا بعين الرحمه، واذا نظر الينا بعين الرحمه فقد نجونا. نسلك جاون ثلويث أرثي من الليث. السلام ربي في الله.